دايما حتى هو في التسخين يا كابتن، يعني في التسخين امام ما بيركز من خلاص بيبقى التسخين خلاص بيبان. التسخين بيبقى بان، هو دايما بيبقى مركز في الماتشات كلها بصراحه، بس هو في التسخين حتى ما بيجي في الشوط في اوقات ما بيفضل يشوط والكره بتلبس يقول لي بس انا عايز واحده النهارده فعلا. بالظبط. فقلت طب خلاص ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، بس انت اظبطها بس ومش عارف ايه اي والكلام ده، بس بيبقى عارف خلاص امام انا ساعتها ليه هديتين، ليه هديتين بس ما تنساش، ده ايه في اسيست. بيقول لك ليه دقيقتين ولا ليه اسيستين؟ هديتين، دقيقتين هديتين، هديتين بتوع ايه؟ طب ما قول بلاش انت بقى، لا لا كابتن لا الاسيست، قول بس انا قول. كابتن ليه عنده هديه؟ طب قول الاسيست يا كابتن، الاسيست بتاع زمالك ماتش كابتن، ماتش كابتن الماتش ماتش يا كابتن، الماتش اللي انا عملت له في الاسيست، ماتش سيراميكا، انت عملت له 50 اسيست. هو ماتش سيراميكا لا كابتن احنا الاخير. بدأنا صفحة جديدة يا كابتن. طيب كابتن ادي اسيست سيراميكا. كابتن ثواني بس يا كابتن، انت عندك هديه مش عايز اتكلم لحد دلوقتي ما طب بس جبتهاليش. انا بقول لي دقيقتين دلوقتي يا حسين، ماشي هو بيقول لي دقيقتين. هديتين، ادي الاولى هديه. الاسيست بتاع سيراميكا، الثانيه كان في واحد تاني يا حسين، افتكر انت فاكر كل حاجة. انا فاكر الهديه بتاعتك، انا فاكر الهديه، انت فاكر هتكلم هديت انا بس. طب الهديه اللي عليك ايه؟ كابتن ماتش الزمالك يا كابتن اللي هو جاب فيه جول بتاع حلو. الكاس، طبعا. اساله كده يا كابتن من قبل ما نسافر من واحنا في مصر هنا، انا قايل له ايه؟ ايوه تروح تجيب يلا جون اجيب جون النهارده. والله يلا اجيب والله يا جون كابتن قبلها باسبوع، الماتش قلت له بص الجاي. يا امام، قال لي ايوه قلت له انا حاسس من يعني حاجه دي بتاعت ربنا، قلت له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت هتجيب جون هناك وهتكسبني. والله الحمد العظيم. اساله كده، قال لي والله لو حصل اجيب لك هديه وما وقفش. لحد دلوقتي كل شويه يقول لي ده انا معايا ايوه الهديه. ما انا سالتك ايوه مين انا البخله ما رضاش كابتن، هو يرد عليا. هو كل ما اساله يقول لي معايا هي فين، يقول طب لي فين؟ اجيبها لك. طب النوع اجيبها ده لك، ايفون اجيبها لك مثلا؟ والله خلاص. قلت انا يا كابتن انا قلت له اي حاجه، اي حاجه. اي حاجه، انا طب قلت لك كلمه خلاص تعملها. ما انت جبت الموبايل الجديد خلاص، عايز ايه بس تاني؟ انا جبت الموبايل الجديد، انت جيب لي هديه بقى، انت فين خلاص هديتك؟ ماشي، ماشي يا طب جدع. عم